أنا لو كنت محل كفاح كنت غيرت اسمي، سميته نضال. نفس الشيء. لو كان اسمي مهند، والله بكون فخور بحالي كتير. عم بطلع أحسن. مهند أستاذي يعني بالمعهد درسني. والله لو ما كنت منصور كنت بدي أختار منصور. حبيت تفرد الشخصية بالعمل. الحكي اللي بنحكى عنه كتير مهم كان بالمسلسل، فهذا حبيته كتير. أول شيء إنه في أستاذ كفاح كفوز وأنا بتابع كل أعماله. بهذا العمل راح نشوف شيء مو شايفينه قبل. المكان اللي عم تبدأ فيه الحتوتة اللي هو السجن بهاي الطريقة، يعني بهاي البنية الدرامية المكتوبة فيها، هي كتير جديدة وكتير حقيقية، وأخذي مساحة لأول مرة. أنه أنت عندك هذا البلوك اللي بنشوفه بالمسلسلات أخذ مساحة صغيرة، نحن بنشوف بالوسم أخذ كتير مساحة بالمسلسل على مستوى كذا حلقة.